فضيلة الشيخ وفقكم الله، هناك من يقول إذا أردت أن تدعو الله فلا تتكلم بما تريده، بل يكفيك أن الله يعلم حاجتك بدون ذكرها، ويستدل بحديث هذا مثل اللي يقول كفى علمه بحالي عن سؤالي، هذا قول الصوفية، هذا قول الصوفية. لابد من الدعاء، الدعاء عبادة تتلفظ به، اللهم اغفر لي، اللهم ارحمني، اللهم ارزقني، اللهم أعطني كذا وكذا، تعين الطلب من الله عز وجل. أما تقول ما أدعو والله يعلم وش حاجتي، هذا كلام الصوفية. نعم.